السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ احنا هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا جدا جدا. هل في تمرين معين بيخسس منطقه معينه؟ يعني هل مثلا لو انا لعبت بطن كتير، لو انا لعبت لعبه البطن كرانش دي، اللي هي غير الكرانش اللي احنا بناكله، لا كرانش اسمها كرانش، هل في التمرينه دي هتخسس منطقه البطن؟ هل لو انا لعبت سكوات اللي هو بطلع وبنزل دي هتخسس منطقه الارداف من ورا؟ الاجابه لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الاجابه لا، لان مفيش تمرين معين بيخسس منطقه معينه. انا بشوف ناس كتير قوي بتلعب مثلا بطن كتير عشان اخسس منطقه البطن. لا، انت الفكره انك لازم تخس دهونك كلها، لازم تخس الدهون كلها. عمرها ما في حاجه كده. اسمع مني بقى، مفيش الكلام ده. عمر ما في ان انت تلعب بطن كده معينه، تلعب تمرينات بطن وتلعب تويستات وتعمل وما اعرفش ايه عشان تخس منطقه البطن، استحاله. لازم تخس جسمك كله وبعد كده تلعب على البطن عشان تقوي عضلات البطن. لكن انك وانت تخين مثلا، وليكن مثلا واحد مثلا وزنه 90 كيلو وعايز يلعب بطن عشان تظهر عضلات بطنه، طب والدهون اللي في البطن دي هتروح فين؟ هو دي الفكره، انك لازم تخس كل جسمك وبعد كده تبتدي تبني عضلات في جسمك. لكن مش هينفع انك تلعب تمرينه معينه عشان تخسس منطقه معينه، مفيش الكلام ده. بس بطريقه بتاع الاشباح دي مفيش الكلام ده. شكرا جدا ليكم، ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. احنا مش بنتكلم عن التخسيس بس، احنا بنتكلم عن التخسيس وبناء العضلات والساعات والبرامج وكل حاجه. اي حاجه عايزين تتكلموا فيها انا معاكم ان شاء الله. شكرا جدا، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.